عاشت المملكة في سلام أخيراً. أحسنتم يا أبنائي، سيكون عرضاً مميزاً بإذن الله. عليك حفظ دورك جيداً يا تمور، فأحياناً تنسى بعض الجمل. نعم يا جدي عجوة، كم أكره الحفظ، إنه أمر صعب. أمامنا أسبوع لتأدية العرض وقد مللت من التمرين. أنت على حق، حفظنا المسرحية عن ظهر قلب ولا شيء جديد، بات الأمر مملاً. لدي فكرة قد تجلب المرح والتسلية لنا. حقاً؟ أخبرني ما هي. اقترب. لكن أنا كنت هنا بعدك. لا لا، ليس بعدك، بل علي أن أقول أنا كنت هنا قبلك. ما أصعب حفظ دوري في المسرحية. تمور، سأخبرك سراً خطيراً، ولكن عليك ألا تفشيه لأحد. سر؟ وما هو يا دجلة؟ اقترب يا تمور كي أخبرك. هذه القبعة عجيبة، إنها تستطيع أن تحقق لك 3 أمنيات. ماذا؟ هل تمزحين معي يا دجلة؟ كيف لقبعة أن تحقق الأماني؟ أجل يا تمور، جربها إن كنت لا تصدق. حسناً، هاتيها، لن أخسر شيئاً إن جربتها. تفضل. ماذا أفعل الآن؟ ضعها على رأسك وتمنى أمنية. أتمنى الحصول على قالب حلوى. أسرع يا خنيزي، أحضر قالب الحلوى وأنا سأجهز الطاولة. حالاً. هل رأيت يا دجلة؟ لم تحضر الحلوى كما تمنيت. انتظر قليلاً، لا شك أنها في... تمور! يا تمور! هناك مفاجأة، تعال! تعال يا تمور، شاركنا هذه السعادة. لنرى ما القصة. ألم أقل لك؟ تعالي يا دجلة شاركينا، أنت مدعوة أيضاً. تفضلا، سنسعد بكما كثيراً. لا أصدق عيني. أظن أنك صدقت كلامي الآن. أنت على حق، أظن أنني سأجربها مرة أخرى أيضاً. حسناً، ولكن تذكر أنها تحقق 3 أمنيات فقط. ماذا أتمنى الآن؟ ماذا ستتمنى يا تمور؟ أي شيء تريده؟ حسناً، أريد أن تمطر السماء. تمطر؟ تمطر؟ أجل، ألم تقولي لي إن هذه القبعة تحقق أي شيء أريده؟ أجل، أجل، ولكن... تعال معي، لدي فكرة يا شيشي. حسناً. ها؟ يا دجلة، يبدو أن الأمنية الثانية صعبة التحقيق على القبعة. ها؟ يبدو أنها ستمطر فعلاً يا تمور. أنا لا أصدق، إنها تمطر بالفعل يا دجلة. أرأيت يا تمور؟ صدقت كلامي؟ إنها قبعة الأمنيات. إنها تمطر لي وحدي. أنت محقة يا دجلة، إنها قبعة الأمنيات بالفعل. استمتع بتحقيق الأمنية الأخيرة إذن يا تمور، إلى اللقاء الآن. يا لك من هدية لا تقدر بثمن أيتها القبعة العزيزة. حسناً، لدي أمنيات كثيرة، ترى أي أمنية أختار لتحققها لي القبعة هذه المرة؟ فليس أمامي سوى فرصة واحدة الآن. لقد أكل تمور المقلب. وأي مقلب؟ مسكين يا تمور. وصل المتفرجون يا جدي. غريب، لقد تأخر تمور. ترى ما الذي أخره؟ لا نريد أن نطيل انتظار الجمهور كي لا يمل. أنا آسف على التأخير يا جماعة، آسف حقاً، فاتني تشغيل المنبه. لا بأس، دعونا نبدأ العرض المنتظر. هل أنتم مستعدون؟ نعم. أعتمد عليك يا قبعة الأمنيات. من أنت يا هذا؟ أنا يا إلهي، لماذا لا تعمل هذه القبعة؟ ما بك يا تمور؟ هل نسيت الحوار؟ أنا هذه القبعة الغبية. إنه يضع تلك القبعة. هذا يعني أنه تمنى أن تحقق له حفظ الدور. نحن في ورطة. ماذا تفعل يا تمور؟ قل شيئاً الآن. هذا عرض سيء. عرض سيء. أنتم سيئون. إنكم سيئون. لا تستطيعون التمثيل. أضعفوا الستارة. نعم، إنكم مجموعة الفلهاء. أغلقوا الستارة حالاً. هلا شرحت لي ما
ما الذي حدث لك يا طمور؟ في الحقيقة لقد اعتمدت على قبعة الأمنيات كي أحفظ دوري في المسرحية، لكنها خذلتني. قبعة الأمنيات؟ القبعة الملومة وليس أنا. ليست القبعة الملومة يا طمور، فالأهداف والأمنيات لا تتحقق بهذه السهولة، بل تحتاج إلى عمل وصبر وبذل الوقت والجهد كي تتحقق. لكنني جربتها مرتين. اسأل دجلة. أنا في الواقع ما بك يا دجلة؟ هل نسيت الأمر؟ ألست من أعطاني القبعة؟ لست أنا وحسب، بل هذه خطة شيشي وخنيزي أيضاً. هناك خطة إذن. أردنا المزاح لا أكثر. لم نتوقع أن تصل الأمور إلى هذا. وهذه قبعة عادية في النهاية. ماذا؟ ليست قبعة أمنيات؟ كنتم تمزحون معي؟ كانت مزحتكم سمجة يا أبنائي، فالمزاح إن خرج عن حده انقلب عليكم وبات الأمر فوضى. تعلموا أن يكون لمزاحكم حد.